احنا هنا في واحدة من مقرات المؤتمرات الصحفية في الفيفا في مونديال قطر 2022، وهنا الميديا سنتر. هنطلع نسأل تقريبا معظم الناس اللي موجودة، نقول لهم ايه توقعاتكم لمباراة المغرب واسبانيا، مين هينتصر؟ شايفين كل الناس اللي قاعدة دي، هنروح لناس كتيرة جدا بسرعة جديدة نسألهم السؤال ده ونشوف رأيهم. يلا بينا. محمد المصري من فلسطين، قناة الكوفية. المغرب إسبانيا أمنياتنا أكيد مع المنتخب المغربي. توقعاتنا مش أمنياتنا، ها؟ توقعات الفنية الرياضية إسبانيا أقوى صراحة. كم النتيجة تخلص؟ لا، ليست بفارق أكيد. المنتخب المغربي سيكون ند قوي جدا للمنتخب الإسباني، هذا أكيد، لكن توقعات الفنية بعيدا عن الأمنيات أعتقد أن كفة المنتخب الإسباني أرجح. علاء شمالي من فلسطين. بلا شك المباراة صعبة، لكن الكفة تميل لمنتخب أسبانيا لفارق الخبرة وفارق الإمكانات واللاعبين، لكن المغرب فريق متكامل، لم يتلقى إلا هدف واحد في 3 مباريات، هزم بطل المصنف العالم على 3 سنوات طويلة، وبالتالي لن يكون صيدا سهلا، لكن الكفة تميل فنيا إلى منتخب. كم النتيجة؟ يعني أتوقع 1-0 2-1 بالحالة هاي. I'm Javier from Mexico. وين سبين؟ سبين وين؟ اوكي. امر بالخير اعلام رياضي فلسطيني. مباراه صعبه على كلا المنتخبين، يبدو ان الامور متاحه للمنتخب العربي لاسود الاطلس ليحلق بالعرب جميعا للقمه، ولربما يصل الى ادوار متقدمه. نسال طاقاتك. كم تنتهي النتيجه؟ يبدو ان اللقاء سينتهي بفارق هدف وحيد لاسود الاطلس او ركله الترجيح. احمد ايمن المغاري، اعلام رياضي من فلسطين. اتوقع انا فوز اسبانيا لانه حتكون تعلمت من الدرس من هزيمتها ضد اليابان، بس احنا يعني قلوبنا مع المنتخب المغربي ان شاء الله بفوز، بس توقعات للمنتخب الاسباني. كم تكون النتيجه؟ ممكن 2-1. بتمنى كل التوفيق للمنتخب المغربي الشقيق في تحدي كبير لشريف العرب وللمغرب ككل في هذه الطبعه وفي مباراه امام اسبانيا. ندرك أن الأمور لن تكون سهلة، لكن ليست مستحيلة في ظل المستوى الكبير الذي قدمه المنتخب المغربي في الدور الأول. كل التوفيق للأشقاء. توقعاتك النتيجة تكون كم أسلم؟ إن شاء الله توقع صعب جدا، لكن كلنا نتمنى فوز المنتخب المغربي، لكن ها تتوقع إيه؟ توقع إن شاء الله 2-1 للمغرب. 2-1 للمنتخب المغربي. واو حبيبي أسلم. I am Alberto from Mexico. I think we in Spain. Spain. Okay. Thank you. كمال السعيد، مدير الرياضة. طبعا المنتخب المغربي إن شاء الله يكون ليه حليف الحظ. طبعا برغم المنتخب الأسباني منتخب قوي، لكن إن شاء الله المنتخب المغربي يقدر ان هو يعملها ويكسب المنتخب الاسباني. تتوقع كم النتيجه؟ 2-1 ان شاء الله، او ممكن المباراه تروح ضربات جزاء والمنتخب المغربي يكسب ان شاء الله. خالد علي من مصر، اتوقع مغرانيا. ازاي الكلام ده؟ بره التوقع، مغرانيا. يعني قلبي مع المغرب، بس العقل بيقول اسبانيا. لكن هم عودونا ان احنا نلغي العقل، مفيش عقل، مفيش نتائج تدي المقدمات. ممتاز. يعني توقعاتك ايه؟ توقعاتي، بص، امنياتي المغرب. توقعاتي همشي ورا قلبي مش همشي ورا عقلي. المغرب. كم بقى النتيجة؟ أول ماتش هيخلص بركلات الترجيح من نقطة الجزاء في كأس العالم. واو. سجل يا نصر. سجل يا محمود. هنشوفك بعد الماتش. سجل يا محمود. أنا عوض صحفي بجريدة الرياضية السعودية، أتوقع فوز أسبانيا إن شاء الله على المغرب. كم تكون النتيجة؟ 1-0. نعيم تميم الحكيم، المملكة العربية السعودية. أتمنى فوز المغرب، لكن للأسف أتوقع فوز أسبانيا 2-1. احمد المسيري من قناه اون تايم سبورت، اتوقع فوز المغرب بضربات الجزاء الترجيحيه. اوه، طب تبقى النتيجه كام؟ 0-0 ولا ممكن 1-1 وهتنتهي بركلات الجزاء. دي كانت توقعات بعض الصحفيين والاعلاميين اللي موجودين هنا في المركز الاعلامي في قطر. لو جيت تسالني انا بقى عن توقعاتي، هقول لك ان شاء الله فوز المنتخب المغربي بنتيجه 1-0. استنونا بعد الماتش وهنشوف مين اللي توقعه كان صح. سلام.